وختم النبوات. وبعد الأهل في شرق النيل شبابا طلابا نساء رجالا شيوخا أساتذة ومعلمين عمالا وزراعا تجارا ورجال أعمال وأرباب حرف ومهن مختلفة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ويسعدني كثيرا وأنا أنظر إلى هذا الجمع الكبير أن أرى في مقدمة الصفوف أهلنا رجال الطرق الصوفية علماء الدين الذين أسسوا البنيان في هذه البلاد وعمروا الأرض بالقرآن وأنشأوا الخلاوي للمعارف وللعلوم وللوعي بهداية الدين في الحياة. وبعد فلا بد في شرق النيل أن نحيي الأخ الجيلي المعتمد وإخوانه في قيادة المحلية الذين رتبوا ونظموا وهيئوا هذا اللقاء المجتمعي المتفرد. ما أكثر ما التقينا بالأحزاب وبقياداتها وتجمعاتها، ولكننا قل أن نلتقي بشرائح المجتمع في ريفها أو في بواديها البعيدة في مثل هذا اللقاء الجامع. المجتمع هو الذي ينبغي أن نعول عليه، هو القاعدة التي تبنى عليها الأوطان، هو الأساس المتين الذي يشكل الحاضر والذي يصنع المستقبل. مثل هذه المخاطبات لقواعد المجتمع السوداني لشرائحه ومكوناته الأساسية مخاطبات هامة وتأخذ الأسبقية على الخطاب السياسي. التاريخ لا تصنعه الأحزاب السياسية ولكن تصنعه الشعوب، النهضة تصنعها الشعوب، التحولات الكبرى في حاضر ومصير الأمم تصنعها الشعوب. ولذلك أنا أحمد لإخواني في محلية شرق النيل أنهم أتحفونا بهذا اللقاء الشعبي، هذا اللقاء المجتمعي في هذه المرحلة من مراحل تطور السودان. حشدوا هذا الحشد ليحدثه إخواني في المنصة الذين سمعتم حديثه. نحن لسنا أمة منقطعة عن العالم ولا منقطعة عن دينها ولا منقطعة عن تراثها ولا أعرافها ولا تقاليدها ولا عن ماضيها، ولكننا أمة موصولة بكل ذلك. ولذلك دائما يجدينا ونحن نتحدث في اللحظات الفارقة والفاصلة في تاريخ الأمم والأوطان أن نلتمس هديا من هذه المعالم الرئيسية، هديا من ديننا، هديا من تاريخنا، هديا من مجتمعنا ومن مرجعياتنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أيها الناس، إن لكم معالم أسس ومرجعيات، إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، عودوا إليها، خذوا منها، اعتمدوا عليها، انطلقوا منها، لا تكونوا كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. نحن أمة نستهدي لما تأتي على الناس ظروف الحيرة والارتباك يلتمسون الهدي عند رب العالمين.
الرسول عليه الصلاة والسلام القرآن يهديه: قد نرى تقلب وجهك في السماء، في الحيرة والابتلاء، قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرة. نحن لسنا أمة ليست لها قبلة ولا وجهة ولا شخصية ولا معالم، نحن لنا معالم ولنا رايات ولنا هدي ولنا مرجعيات ننتهي إليها. إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي، الحوار الوطني الذي يجري اليوم عمل عبقري فريد في تاريخ السودان، وحدث قد لا يتكرر. نعم، هو يأتي بعد 60 عاما من الاستقلال، وقد كان الأولى به والأجدر أن يكون مع فجر الاستقلال، حيث الصف الوطني كله منحشد وراياته عالية خفاقة ووجدانه منفعل بإخراج المستعمر من البلاد. خروج المستعمر يعني أن مقاليد الأمور ومصائر السودان خرجت من يد الأجنبي المحتل وصارت في أيدي أبناء الوطن. هذه هي الساعة الفارقة التي ينبغي أن يتداعى فيها أبناء الوطن من شتى مكوناتهم، أحزابهم وطرقهم وتجمعاتهم وتشكيلاتهم، أن يجتمعوا ليقرروا أي وجهة نريد أن نسير بالسودان إليها، أي أسس نريد أن يصير حكم بلادنا عليها، أي قضايا أهم وأجل نريد أن تكون هي أسبقياتنا. المرحلة التي أعقبت الاستقلال كانت هي المرحلة الأنسب لأن يتداعى أبناء السودان لينظروا فيما ننظر نحن اليوم في حوارنا الوطني فيه. ولو أن ذلك تم في ذلك الزمان لحفظ للسودان وحدته، ولانجمع من تلقائه الصف، ولاستبانت المعالم. طريقنا هو هذه الطريق، نهجنا هو هذا النهج، سياستنا هي هذه السياسة، اقتصادنا يقوم على هذه الأسس، علاقاتنا الاجتماعية تأخذ هذه الاعتبارات، أمننا يقوم على هذه المعاني، علاقاتنا مع العالم تبنى على هذه الأسس وعلى هذه الأسبقيات. وهذه هي المعاني التي يتناولها الحوار الوطني اليوم، ولكننا لو أننا أدرناها في ذلك الوقت واتفقنا عليها لما وقع هذا الاختلاف البائن بين أبناء السودان. اليوم ننظر في واقعنا، نحن الآن أكثر من 110 حزبا سياسيا، لا يستطيع الإنسان أن يحصي هذه الأحزاب. اليوم عشرات الأحزاب منا تشققت وتمزقت وتفتتت، فصار الحزب 4 و5 و6 شرائح وطوائف وجماعات. نحن اليوم البلاد تشققت، قبائلها تشققت، الآن القبائل نصفها يحارب النصف الآخر. هذا التداعي، هذا الانفراط، هذا التبدد، هذا التشتت، السبب فيه أنه في مرحلة تاريخية بعد الاستقلال فات علينا، لا أقول بنية غير صالحة ولكنها غفلة، لأن الحكم كان جديدا علينا، جديد على القوى الوطنية، كان يحكمها المستعمر لعشرات بل مئات السنين. فلما آل إليها الأمر لم تستبن قيمة الجلوس على مائدة للحوار لنتفق عليها على الكليات وعلى الأولية، ولذلك ولكن النتيجة هي أنه تبدد أمر السودان على هذا النحو. اليوم أهمية الحوار الوطني الذي يجري اليوم هو أنه يريد مرة أخرى أن يستدرك ما فاتنا، وأن يوحد صفنا، وأن يجمع كلمتنا على أسس ومعاني وثوابت نتفق
نتفق عليها نحن جميعا أهل السودان، ونحترمها نحن جميعا أهل السودان، ونتوافق عليها في كل أمرنا من بعد، الذي يخالفنا كلنا نصير ضده، الذي يوافقها نكون معه، يستقر بسبب ذلك حكمنا، وتتوحد من تلقاء ذلك بلدنا، وتأمن من وراء ذلك يأمن من وراء ذلك وطننا، وتنتهي من تلقاء ذلك الحروب التي نراها تقوم هنا وهناك، وتوفر كل الموارد الاقتصادية لنهضة متوسبة شاملة لكل أنحاء الحياة، نهضة في الاقتصاد، في الزراعة، في الصناعة، في التجارة، في الاستثمار، في التعليم، في الصحة، في الطرق، في الماء، في الكهرباء، في أسباب المعيشة، معالجة ما يعالجه الحوار الوطني اليوم هو سبيلنا لكل معاني النهضة التي نريد. ما كان يمكن أن تتحقق للسودان نهضة في ظل الخلافات وفي ظل الشقاقات وفي ظل الحروب وفي ظل الشكوك العميقة بين أبناء وبنات السودان على اللحو الذي نريد، لأن كل هذه الشقاقات والخلافات تفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية والتي لا تريد للسودان خيرا ولا استقرارا ولا نماء ولا نهضة ولا شخصية بين العالمين. ولذلك قضايا الحوار الوطني التي تجري اليوم ويجري النقاش فيها في قاعة الصداقة هي حاضر ومستقبل السودان، كيف لا نكون مهتمين بها؟ كيف لا نكون مشغولين بها؟ كيف لا نجتمع لها؟ كيف لا ننتبه لمآلاتها النهائية؟ كيف لا تهمنا مخرجاتها؟ كيف لا يزعجنا أن يكون هناك من بعض أبناء الوطن من لا يريد أن يحضر هذه المائدة، مائدة الحوار؟ لذلك نحن سعداء مع إخواني في المنصة أن نراكم جميعا أهل شرق النيل تأتون إلى هذا المكان، تستمعون لهذه الملاحظات، لهذه المعلومات، لهذه الرؤى، لهذه التحليلات، لأن الأمر يهمكم. هذا الحوار هو حاضر ومستقبل السودان في مرحلة جديدة ليست كالمراحل التي سبقت. وقد يقول قائل: ولماذا الحوار من بعد هذا كله؟ وهذا الحوار شرعي، وهذا الحوار مقبول، وهذا الحوار هو النهج الصحيح. إخواني وأخواتي، أنا كما قلت نحن أمة مسلمة، نأخذ من هداية الدين هذا المعنى. إذا كان رب العزة الذي خلق الناس من العدم يحاور الملائكة: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق في الأرض بشرا، ربنا يقول للملائكة، يتخاطب معاه ويخاطب إبليس: ما منعك يا إبليس أن تكون من الساجدين؟ إذا كان رب العزة يجري حوارا مع الملائكة ويجري حوارا مع الشيطان، وإذا كان إبراهيم عليه السلام يجري حوارا مع قومه، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يجري الحوار مع القبائل ومع الشخصيات المختلفة في بيئته التي نشأ فيها، وإذا كان كل الأنبياء يجرون حوارا مع الذين يريدون أن يأخذوهم إلى الهداية من الضلال، إذا كان ذلك كذلك فشيء طبيعي وبديهي وبدهي أن يكون الحوار هو أسلوبنا وهو نهجنا، وهو نهج رب العالمين، وهو نهج الأنبياء والرسل، وهو نهج البشر في كل مكان. لذلك هذه مرجعيتنا، أن الحوار أصل في الدين للتعامل مع الآخرين، وليس التعامل فقط مع أهل الملة الواحدة أو أهل الوطن الواحد، لأن القرآن يقول: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. حتى أهل الكتاب اللي هم أهل ملة أخرى أيضا نحن نجري بينهم الحوار: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، حتى مع الآخرين.
وكلها ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. القرآن علمنا هذا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا كلام استراتيجي، لو أن المسلمين ووزراء دفاعهم في العالم بينتبهوا، هذا معنى استراتيجي. هذه القوى ستظل حاقدة متربصة غير راضية حتى تتخلى عن قيمك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبعهم. ليس هذا فقط، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. كمان هم في حالة مستمرة من الاستعداد للحرب عليك وانتهاز الفرص للانقضاض عليك، ولذلك هذا واضح. لذلك هؤلاء يتربصون بالسودان، يتربصون بإفريقيا، يتربصون بالمنطقة العربية والإسلامية. وأنتم ترون الآن كيف أن هذه المنطقة الإفريقية العربية الإسلامية ممزقة، من الصومال إلى السنغال في أطراف المحيط الأطلنطي، ومالي وهذه المناطق التي ترونها، ورواندا. الحروب لا تزال مشتعلة في هذه المنطقة، ومن أفغانستان في الشمال إلى اليمن في جنوب الجزيرة العربية، وفي قلبها في العراق وفي سوريا. هذه المنطقة كلها مشتعلة. ماذا الذي يشعل هذه المنطقة؟ الذين يسمون داعش، هؤلاء وراهم استخبارات دولية كبيرة هي التي تريد أن تفتت المنطقة وأن تتمكن منها وأن تأخذ ثرواتها، ولذلك هم يستخدمون هذه. فالسودان ليس بدعا في منظومة المحيط الإفريقي والعربي والإسلامي، هو مستهدف من القوى الكبرى. لذلك لابد أن يجد طريقه ليمزق جسم السودان، وليجعل السلام والاستقرار والأمان وحسن توظيف موارد السودان للنهضة بهذا البلد العظيم، لابد أن تتبدد هذه. ويفعل كيف؟ لابد أن يتخذ له من بعض أبناء الوطن مطايا ووسائط وكذا. ولذلك إخواني وأخواتي، هذا الوعي، هذه اللقاءات هي للوعي، للتفهم، للبصيرة، لإدراك حجم التآمر الدولي والإقليمي والمحلي على حاضر ومستقبل السودان مثل ما كان على ماضيه. هذا الحوار هو بداية الوعي الوطني الذي يميز بين الخير والشر، بين الصالح والطالح، بين ما هو وطني ما هو ليس وطني، بين ما هو عطاء مخلص متجرد للوطن، وبين ما هو مداهنات ومكاذبات ومخادعات. لذلك إخواني وأخواتي، الذي يجري اليوم وترونه هو جزء من اللعبة الكبرى، لعبة كبرى. لأن الذي ينطوي عليه السودان من أنه يريد أن ينهي سنين الحرب وأن يعقبها بالسلام والاستقرار والنهضة في كل مجالات الحياة، هذا مشروع الغرب لا يريده، إسرائيل لا تريده، الكنيسة العالمية لا تريده. لأن الاستقرار في إفريقيا، في المنطقة العربية، في المنطقة الإسلامية لن يمكنهم من أن يجتاحوا ثرواتها وأسواقها وإمكاناتها، ويدفعوا بخيرة أبنائها عبر المحيطات، يموتوا كما ترونهم في البحر المتوسط عشان يخرجوا من هذه البلدان. العقول الإفريقية العربية الإسلامية أن تخرج من هذه المنطقة كلها بزعزعة والاستقرار، مثل ما تخرج الثروات ونصبح مجرد أسواق ومنتجين للخام. هذا، ولذلك هذه اللقاءات إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي للوعي، للتبصر، لنتفهم فعلا ما يجري حولنا. ولذلك أنا سعيد جدا، وأود مرة أخرى أن أشكر إخواننا في هذه المحلية، محلية شرق النيل، وأن أشكر أهل محلية شرق النيل، شيوخا وعلماء وأساتذة وطلاب ونساء وشباب ورجال، الذين جميعا جاءوا وقطعوا من وقتهم. والله هذا الوقت عبادة، لأننا ندفع لحاضر ومستقبل السودان. هذا الوقت الذي اقتطعناه عبادة،
ساعة من التأمل، ساعة من التفكر، ساعة من النظر العميق لنخرج هذه البلاد من محنها ومن الورطات التي دخلت فيها، من المستنقعات التي دخلت فيها وأدخلت فيها على كره بغفلة. هذا ولذلك هذا الوعي مطلوب إخواني وأخواتي، لا نخرج من مثل هذه اللقاءات إلا بوعي ببصيرة بفهم، وأن نخرج كلنا صف واحد وكلمة واحدة حول الحوار الوطني، حول مبادرة رئيس الجمهورية، حول سلام السودان، حول استقرار السودان، حول وحدة السودان، حول نهضة السودان، حول أن نكون أو لا نكون. لذلك أنا أدعوكم كلما نودي عليكم لندوة أو حوار في هذا الظرف التاريخي الفاصل في تاريخ السودان أن تهرعوا إليها. ولا شك عندي أن أجرها سيكتب لكم، وأن مردودها من الأمن والاستقرار على حاضر ومستقبل السودان سيعود عليكم وعلى أبنائكم وعلى الأجيال القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.